أهلا بكم. أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة دكتور محمد العبد العالي أن السعودية لا تزال ترصد ارتفاعا في إصابات فيروس كورونا بشكل ملحوظ، وأضاف أن التجمعات ارتفعت بشكل صادم وهي أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة، مشددا على أهمية الالتزام بالاحترازات وضبط السلوكيات في رمضان. وأشار إلى أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا سوف تكون فعالة حتى بعد التأجيل، مؤكدا أنه يمكن أخذ لقاح كورونا مباشرة بدون حجز موعد للفئة العمرية من 75 عاما وأكثر. متابعة لأخبار كورونا وما سجلته وزارة الصحة السعودية اليوم بخصوص هذا الفيروس في البلاد.